مرحبا، اليوم رح نعمل كعك بحليب ومنحتاج للمكونات التالية. رح احتاج لواحد كوب من الطحين، 3 كوب من السميد الناعم، ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. بخلطهم بالويسك. بجاب تاني رح اضيف البيضة مع الفانيلا، 3 كوب من الزبدة الدايبة، 3 كوب من الحليب السائل، 3 كوب من السكر. بخلطهم منيح لحتى يدوب السكر. هلأ رح أضيف على الخليط السائل الخليط الجاف اللي حضرناه من الطحين والسميد. بخلطهم بسباتولا حتى يصيروا عجينة. هلأ إذا لقيتوا العجينة شوي طرية فينا نضيف عليهم 2 ملاعق كبار من الطحين. نرجع نخلطها، أهم شيء إنه ما تلزق على الإيد. خلص ما بتلزق منيحة. هلأ حأتركها ترتاح لمدة ربع ساعة من الوقت. وهلا بعد ربع ساعة من الوقت هيدي العجينة نقلتها على صحن صغير. هلا حقسم العجينة لكرات صغيرة بسكوب البوزة بهالشكل. حتى يكونوا قد بعضهم. هلا انتهيت من تقسيم العجينة، طلعوا 25 قطعة. هون بحتاج لكوب من السمسم المحمص. باخد قطعة من العجينة بعملها بهالشكل. وبلفها دائرة. بحطها وبتركها على السمسم. هلأ صار عندي هون 7 قطع، رح انقلهم على الصينية. بهالوقت بحمي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. بترك فراغ بيناتهم. وهيك بكون انتهيت من تشكيل الكعك. هلا حدخله على الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. الكعك بحليب جاهز للتقديم. هيدي قطعة منها، هيك بيكون ينخبز مزبوط. حدوق وحدة. مقرمشة، عم بتقرمش والسكر تاعها منيح. وبتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة. بليز لايك شير اند سبسكرايب. باي.